صباح الخيرات، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ حسان. مثل ما قرينا يمكن من الخميس الماضي بلش منخفض جوي، قرينا انه ممكن يستمر لعشرة ايام، فخلينا نعرف المعلومات الصحيحه من حضرتك وكيف راح تكون احوال الطقس خلال الاسبوع. هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك لزميلتك للأخبارية السورية. بالنسبة للأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة، احنا عم نتأثر بمنخفض جوي، حالة عدم استقرار بلشت من امبارحة بفعالية متباينة من متوسطة إلى ضعيفة الشدة. بتكون متوسطة الشدة بالمناطق الغربية والساحلية، بيستمر تأثيرها حتى نهار الاثنين بإذن الله تعالى، بتؤدي إلى هطولات مطرية بتكون جيدة نوعا ما، تتصل بالغزارة بالساحل السوري بالمناطق الغربية بالشمال الغربي، وباقي المناطق بتكون الهطولات فيها مقبولة إلى جيدة نوعا ما. الهطولات بتكون بأغلب المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السورية. الحرارات في عليها انخفاض لحتى تكون أدنى من المعدل من درجة إلى 3 درجات مئوية في مختلف المناطق. في هطل الثلجي إن شاء الله بيكون بالمناطق اللي بيزيد ارتفاعها عن 1500 متر، يعني بسرغاية، بمرتفعات القلمون، بهينة، بعرنة، بجبل الشيخ، بمرتفعات الساحل السوري. كل هذه المناطق اللي ذكرتها في احتمالية كبيرة للهطل الثلجي. بيكون إن شاء الله الهطول الثلجي إن شاء الله ليلة اليوم ونهار بكرة. الهطولات المطرية بلشت من امبارح بعد ساعات منتصف الليل، إن كان بالشمال الغربي أو بالساحل. المعلومات اللي وردت حتى إعداد هذه النشرة، بمنطقة الشمالية بحلب تقريبا 5.5 مليمتر، بجرابلس 6 مليمتر، بتل أبيض 4.5، بإدلب 13 ملي. هطولات كان جيدة نوعا ما بالشمال وبالمنطقة الغربية. بطرطوس كان 10 مليمتر، بالرقة 8 مليمتر. هطولات مستمرة بإذن الله تعالى، والأجواء اليوم بتكون غائمة إلى غائمة ماطرة على فترات في أغلب المناطق والمدن السورية. بتكون الهطولات غزيرة ومترافقة بحبات البرد والرعد ببعض الأحيان خاصة بالشمال الغربي وبالساحل السوري. والهطولات الثلجية مثل ما ذكرت احتماليتها بتضل مستمرة لليوم، إن كان بالمرتفعات القلمون، بجبل الشيخ، بعرني، بالمرتفعات الساحلية، كافة المناطق الارتفاع على 1500 وما فوق احتمال الهطل الثلجي فيها وارد، بينما المناطق اللي بيكون ارتفاعها أدنى من ذلك محتمال يكون هطل ممزوج بالثلج. والرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة بتتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 45 كيلومتر بالساعة تحديدا بالمنطقة الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 12.7، القنيطرة 7.5، القلمون المرتفعات الجبلية 5.0، درعا 12.7، السويداء 9.5، المنطقة الوسطى حمص وحماة 9.4، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 10.4، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 11.9، بالشمال حلب وإدلب 8.4، دير الزور، الرقة، المنطقة الشرقية 9.4، تدمر، البادية السورية 11.4. حالة عدم الاستقرار رح تظلها مستمرة بفعالية بإذن الله جيدة حتى يوم الاثنين، بعدين بتبلش الأجواء تميل للاستقرار من ساعات ليل ومساء يوم الاثنين لحتى تكون الأجواء مستقرة بشكل تدريجي من يوم الثلاثاء، بعدين تستقر بشكل كامل بأغلب المناطق والمدن السورية. أجواء بتكون بين الصحو والغائمة جزئيا وحرارات حول المعدل، مع احتمالية بنهاية الأسبوع من الثلاثاء والأربعاء والخميس لتشكل الضباب واحتمال الصقيع بالمرتفعات الجبلية وببعض المناطق الداخلية. نعم أستاذ حسان الجردي، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها ونتمنى الصحة والسلامة، والله يبعث الخير. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا عبر اتصال هاتفي. شكرا. يسعد صباحك. شكرا. شكرا.